محكمة هامبورغ ستبت في قضية الإعلامي الساخر يان بوممان المتهم بانتهاك الحقوق الشخصية للرئيس التركي. ففي برنامج تلفزيوني بث في مارس الماضي ادعى بوممان من باب السخرية أن إردوغان يشاهد الأفلام الإباحية للأطفال ويمارس الجنس مع الحيوانات. محامي بوممان يعول في الدفاع عنه على حرية الفن. بعد أن أساء إردوغان بشكل جسيم لحرية التعبير، قدم بوممان درساً قانونياً بشكل أداء فني ساخر لشرح ما يسمح القانون الألماني بتناوله بالسخرية. أما محامي إردوغان فيرى أن القصيدة الهجائية تهين موكله بشكل يتعارض مع القانون. كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها والمساومة عليها، من غير المسموح ربط حقوق الإنسان بالمساومة. وكانت المحكمة قد أصدرت في مايو الماضي حكماً عاجلاً يحظر على بوممان تكرار جزء كبير من قصيدته الهجائية، ويتوقع أن يصدر حكم نهائي في فبراير المقبل.